الزمالك هياخد مكافأة محترمة في السوبر طبعا صح، والزمالك في أمس الحاجة لأي مكافأة لأي مكافأة العملة الصعبة تحديدا. أول مكافأة هتبقى كام تقريبا؟ 2 مليون دولار. 2 مليون دولار هيعمل بيهم إيه الزمالك؟ هيعمل بيهم إيه باختصار كلمتين؟ زيزو وباتشيكو فرجاني ساسي. زيزو مقدم تعاقد كبير وإنهاء ملف التجديد ل 3 مواسم بعد جلسة هيتم عقدها كريم بعد 6 أيام تحديدا بعد عودة لعيب الزمالك من الأجازة اللي منحها جوزيه جوميز ليهم. تمام، جلسة هيتم عقدها في منزل كابتن حسين لبيب بحضور أستاذ ممدوح عباس اللي هيساهم في تجديد عقد زيزو مع المبلغ المتوفر من مكافأة السوبر. طب الغرامات، الزمالك بيطول في قصة باتشيكو فرجاني ساسي بحيث يطول المدة شوية وبحيث ان هو يخفض برضو المبلغ شوية، لكن الزمالك عايز يستخدم برضو المكافأة دي في انهاء ملف الغرامات تماما. اكبر غرامة باتشيكو وبعدها فرجاني ساسي، وفي جزء متبقي لخالد بوطيب هيتم برضو دفعه عشان موضوع القيد ده ينتهي تماما جدا. وموضوع اتشيمبونج بمناسبة الغرامات انتهى تماما وتم التواصل مع محاميه والمبلغ المتبقي الدفع له والموضوع انتهى. فيش جزء رمضان صبحي؟ لا مفيش جزء رمضان صبحي، جزء رمضان صبحي متوفر. يعني في رمضان صبحي؟ في رمضان صبحي ومتوفر، لكن الامور صعبه شويه. في اللاعب عنده رغبه لكن الامور صعبه شويه ان انت تخلصه من بيراميدز لان عقده ممتد لحد 2027. جزء الفلوس المتوفره لرمضان صبحي موجوده بمساهمه رجال اعمال، لكن الفكره ان انت تخلصه من بيراميدز، خاصه ان بيراميدز طالب مبالغ مستحقه ليه من صفقتي دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، ففي مبالغ متبقيه قديمه اصلا. فالموضوع صعب شويه، محتاج مفاوضات اطول، لكن القصه مع اللاعب تقريبا خلصانه.